السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكل المتابعين الكرام، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو راح ناخذ وضعية إدماجية خاصة بالسنة أولى متوسط للفصل الثالث في مادة التربية المدنية، اللي هي وضعية حول سلطات الدولة الجزائرية. تابعوا معايا، نقرأ لكم نص الوضعية بعدها نروح للحل مباشرة. إذا نص الوضعية وش يقول؟ السياق: قرأ زميلك موضوعا في أحد الكتب حول السياسة العامة لبلادنا، ولكن لم يستوعب مفهوم السلطات الثلاث وهي كلا. سند واحد: السلطة التنفيذية هي سلطة تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين. التعليمة: بالاعتماد على السندات والمكتسبات القبلية، اكتب فقرة من 12 سطر تتحدث فيها عن سلطات الدولة الجزائرية وهياكلها مبرزا مهامها. إذا لو نلاحظوا التعليمة واش راهي تقول، نتكلموا على الدرس الثاني في المدنية اللي هو سلطات، ونتحدثوا على الهياكل تاعها و مهامها. إذا الفقرة تاعنا راح تكون كالتالي، تابعوا معايا: مقدمة، عرض، خاتمة. دائما عودتكم كيفاش تخدموا وضعية إدماجية، اللي مازال ما يعرفش كيفاش يخدم وضعية إدماجية راه عندي فيديوهات سابقة اللي وضحت فيها كتير كيفاش تخدم وضعية إدماجية. إذا نروح مباشرة لقراءة نص الفقرة. يقوم النظام الديمقراطي الجزائري على ثلاث سلطات لما لها من أهمية لتسيير شؤون الدولة، فمن هذه السلطات ومن يتولاها وفيما تتمثل مهامها؟ إذا نروح إلى العرض. تسير الدولة الجزائرية ثلاث سلطات مكملة لبعضها البعض، وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكل واحدة ممثلين ومهام تقوم بها على الترتيب: التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية مع حكومته المتمثلة في الوزير الأول ووزرائه، بحيث تقوم بتنفيذ القوانين وتطبيقها، والتشريعية المتمثلة في البرلمان بغرفتيه: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة التي تصدر القوانين في الدولة. أما السلطة القضائية تتمثل هياكلها في المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية والمحكمة العليا التي تسهر على احترام القوانين والتشريعات. لو تلاحظوا أنا هنا واش درت، كل سلطة سميتها ودرت الهياكل تاعها، وخذيت نموذج واحد فقط عن المهام، لأني لازم عليا نلتزم عدد الأسطر. لو كان نكتب بزاف المهام راح تجيني الفقرة تاعي كبيرة. ننتقل إلى الخاتمة. وهكذا تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها وفق العلاقة التكاملية لخدمة المجتمع والوطن. شوفوا معي الفقرة تاعي، نعاود نوريها لكم مليح. هذه الفقرة كاين بعض الأساتذة يقول لك لازم توظف لي السند. أنا السند هنا اللي راه معطوه لي: السلطة التنفيذية هي سلطة تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين. أنا نقدر نوظف السند هنا باش تدي العلامة الكاملة تاعك على الوضعية. حضر لي على السلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ القوانين وتطبيقها، يعني استخدمت السند. لازم عليك توظف السند باش تدي العلامة الكاملة. إذا فيما يخص الوضعية هذه، أكيد راح نصورها ونحطها في الصفحة تاعي اللي راهي موجودة في الفيسبوك، تلقاو الرابط تاع الصفحة في صندوق الوصف.
وايضا في انتظروني في الفيديوهات اللي راهم جايين ان شاء الله. راح ندير الوضعيات المتبقية على الدولة الجزائرية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. اذا هكذا وصلنا لنهاية الفيديو، نخليكم في امان الله وصحة فطوركم.